بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقيه تهنئه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه حلول العام الميلادي الجديد. واكد رئيس مجلس النواب ان السنوات القليله الماضيه شهدت سيلا من المشروعات العملاقه التي فاقت قدرات الكثير من المتابعين، لنثبت للعالم ان مصر ستبقى دوله رائده قائده تلتف حول رئيسها وتنفذ معه مشروع حلمها الكبير.